بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم إخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم التعليمية عالم الأميرات، معكم المعلم زهير. كنتمنى من الله تكونوا بألف خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل الصحة، تكون جميع أحوالكم طيبة إن شاء الله. كنشكركم على تعليقاتكم وعلى دعواتكم وكلامكم الطيب. ربي يجازيكم كل خير وربي يوفقكم جميع اعمالكم. كنرحب بالاعضاء الجدد اللي التحقوا بنا في القناه وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح، فضلا وليس امرا لكي يشاهد معنا الفيديو. المرجو دعم الفيديو بالمشاهده وبلايك وبالبارتاج باش يوصل لعدد اكبر من الناس. كما كتشاهدوا في الصوره امامكم، موضوعنا غادي يكون موديل جلابه الرانده. كنحتاجوا فيها حرير على جوج الشعرات، كنحتاجوا الابره النمره 7 يعني ديال الرانده. دابا غادي نبداو الخدمه ديالنا على بركه الله. انا بادي الخدمه ديالي على 3 ديال الغراز، يعني هنا بنيت 3 ديال الغراز وبديت الخدمه ديالي. دابا حسبوا هنايا هذه هي البدايه، يعني عندي هنا 3 ديال الغراز وهذه اول غرزه في الثوب باش غنبداو الخدمه ديالنا. دابا تبعوا معايا مزيان باش تفهموا الطريقه والشرح. اول حاجه غيكون عندنا هنايا 3 ديال الغراز مستفين، غادي ننقزوا الاولى وغادي نخدموا الثانيه، يعني ننقزوا عوينه في الاول بحال هكا، نخدموا الغرزه الثانيه. غادي ندير الدقه في الثوب بحال هكا، غادي نخدم هنايا هذه الغرزه الاولى. شفتوا هنايا هاد الغرزه اللي نقزنا هنايا غادي نعوضوها كما كنديروا دائما بجوج غراز، الاولى هاد الثانيه. شفتوا هاك جوج غراز. دابا غنكملوا الخدمه ديالنا، غادي ندير الدقه في الثوب عادي، غادي نخدم يعني هاد 3 ديال الغرز ديالي عاديين باش نعطي المسافة للغورميت، يعني على غرزة وحدة ويجي مائل. هانتوما دابا انا خدمت هاد 3 ديال الغرز، غادي ندير عاوتاني الدقة في الثوب وغادي نهبط كنخدمهم كذلك نفس الشيء. هانتوما انا نوريكم يعني فاش تطلعوا وتهبطوا فين غتوقفوا باش تكملوا الخدمه. دابا غنخدم الغرزه الثانيه، غنخدم الغرزه الثالثه، غنزيد الدقه في الثوب، غنخدم كذلك الغرزه الاولى، غنخدم الغرزة الثانية. دابا شنو غادي ندير يعني من بعد ما خدمت جوج غراز؟ غادي نرد الخيط دائري لهاد الجانب وغادي نجي هنا في هاد العوينة ونخرجو في وسط الدائرة، يعني كنحبك الكورميت ديالي. هانتوما كنزيدو الحبكة الثانية، كذلك كنزيدو الحبكة الثالثة. شفتو يعني حبكت توصلت للاخير حدا الثوب. نفس البلاصة ندير دقة في الثوب عادي بحال هكا، ننقز مباشرة يعني لهاد العوينة لهاد الغرزة يعني الثانية. هانتوما غادي نخدم هاد الغرزة الثالثة، يعني هاد النقاز اللي نقزت هنا وانا هابط بحال اللي عندي هنا غرزة دراندا بلاصة هاد الحبيك نقزتها وخدمت جوج غرز الباقيين. دابا لاحظوا مزيان شنو غادي ندير، غنخدم عادي الغرزة الأولى
هاد المكان غادي نعوضه بجوج غراز اللي نقصت، بحال هكا غندير الدقة في الثوب، غادي نهبط يعني كنخدم الغراز ديالي عادي ديال السامبل بحال هكا. غندير الدقة في الثوب، غنطلع كذلك كنخدم عادي ثم ثلاثة الغراز. غندير الدقة في الثوب، غنخدم الغرزة الأولى هكا، غنخدم الغرزة الثانية وغادي نوقف، يعني الغرزة الثالثة ما نخدموهاش، الغرزة الثالثة فيها غادي نحبكو هانتوما باتجاه يعني معاكس على الأولى. هانتوما ندير ثلاثة د الحبكات، غادي ندير الدقة ديال الثوب مباشرة نزيرها، غادي ننقز مباشرة كما قلت لكم الغرزة الفوق ونخدم الغرزة الثالثة، يعني نفس التنقيزة اللي غنقز أول مرة هنا فاش بديت، يعني فاش بديت أول تنقيزة غادي نقزت هنايا، يعني اعتبرناها بحال لي البداية، يعني ثلاثة الغرز ونقزناهم. دابا غادي نعمرو هنايا هادشي اللي نقص، غنعمر فيه جوج غراز، يعني انا خدمت وحده غيبقاو لي انا جوج غراز باش نكمل العدد ثلاثة. دابا انا نعمر هنا جوج غراز عادي، غندير الدقه في الثوب، غنخدم يعني الغرزه الاولى، غنخدم الغرزه الثانيه هكا، غنخدم الغرزه الثالثه، يعني فاش كنهبط كنعمر يعني هنايا هاد الخيط اللي نقزت كنعمرو بالغرز وانا طالع عاوتاني وانا هابط عفوا. ودابا هاني طلعت كنخدم طلعت الغراز في الهبطة الثانية، لاحظوا مزيان غنخدم دابا عاوتاني هنايا عادي. هانتوما غنخدم ثلاثة الغراز عاديين، تبعوا معايا مزيان باش غنوريكم كيفاش تحسبوا باش توصلوا يعني للحبيك. هانتوما غنخدم ثلاثة الغراز عاديين، غندير دقة في الثوب، غنخدم الغرزة الأولى بحال هكا، غنخدم الغرزة الثانية. هانتوما دابا أنا طالع غادي نحبك حتى كتبقى ليا غرزة واحدة، يعني كنحبك مكانها ثلاثة د الحبكات. هانتوما غادي ندير الدقة في الثوب عادي، وغادي نخدم يعني جوج غراز بحال اللي كننقز غرزة وغادي نخدم جوج. هانتوما وكنهود وكننقز، يعني ماشي في الطليع ديما بحال الراندة العادية عاد كنديروا العوينة. دابا هنايا غنخدم عادي، غادي ندير هنايا جوج غراز شتو، غادي ندير الدقة في الثوب، غادي نخدم هاد ثلاثة الغراز كلهم عادي هكا، عاوتاني كذلك غادي نطلع كنخدم ثلاثة الغراز عادي. هكا
غندير الضربة في الثوب، غادي نخدم كذلك الغرزة الأولى الغرزة الثانية. دابا هنا وصلت للحبيك، دابا كيفاش غتشدو الحساب هنايا؟ هانتوما الغرزة هنايا وحدة جوج ثلاثة، يعني في داك الصف ديال أول ثلاثة الغراز، الصف اللي في وسطهم هما اللي كيتحبك. يعني شنو تحسبو؟ دي دائما حسبو الغراز اللي كنهزو بيهم هاد جوج غرزات، يعني دي هنا وحدة جوج. يعني فاش كانوا في العدد ديال جوج سواء كنت طالع أو هواد، تما في آخر غرزة غادي نحبك. هانتوم دابا هنا في آخر غرزة غادي نحبك ثلاثة ديال الحبكات على هكا، وحنا رجعنا كما بديت معاكم، يعني ثلاثة ديال الحبكات. غادي نديرو الدقة في الثوب وغادي نطلعو نكملو الخدمة ديالنا عادي حتى النهاية. كنتمنى الفكرة ديالي وتنال الإعجاب ديالكم، وتطبقوها إن شاء الله في الملابس ديالكم والزبائن ديالكم، حاجة مميزة وراقية وجديدة إن شاء الله. مازال نخدم لكم يعني شكل مغاير ديالها. بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا ديروا له جيم ودعموا بالمشاهدة والبارتاج. الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة كنطلب منهم يشتركوا ويدعمونا ويشجعونا على الاستمرارية، وكنرحب بالجميع وبالناس اللي التحقوا بنا جداد، كنتمنى لهم التوفيق. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله مع المعلم زويل.